السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا جماعة هنعمل مع بعض الممبار. أنا غسلاه ومنضفاه وجميل، وعاملاه في خل وليمون وملح، وهنا عصير الطماطم، وهنا الشبت والكزبرة، وهنا البصلة المبشورة، وهنا فصان توم، وهنا الرز بتاعنا مغسول، والتوابل بتاعتنا من جميع التوابل، ملح وفلفل واسود وكمون وكزبره وورقه ماجي ونروح مع بعض على النار كده. وقعنا على الحله بتاعتنا اللي هنقلب فيها يا جماعه، دي فيها ميه لسه، هنحط فيها معلقتين سمنه كريستال صفرة، جميله في الطبخ يا جماعه، اجمل حاجه سمنه كريستال. وشوية زيت عشان الرز يبقى مفرفر، هننزل بالبصل المفروم، البصلة هننزل بيها ونسيب الشوية دولت الآخر، هنحطهم على الرز بعد ما يتكلم بره شوية على ما تبدي الرز كده. البصلة بتاعتنا بقت لونها ذهبي يا جماعة. هننزل مع بعض في فصان التوم. التوم بيعمل المحشي نفس، والبصلة بتاعتنا اللون بتاعها دي مش عايزين نحرقها عن كده. وننزل بعصير الطماطم، كده الطماطم بتاعتنا اتحطت، وهنحط جميع البهارات بتاعتنا المشكلة. وعندي عود نعناع، النعناع الناشف بيعمل لها ريحة جميلة يا جماعة المحشي. هنسيبها لما تتسبك. قرنان الفلفل الاخضر، وننزل بالرز مع بعض. انا بحب اشوح الرز بتاع المحشي يا جماعه، ما بحطوش الا لما اشوحه. وهنا الشبت بتاعنا، كده رزنا الشوح ولونه كده طبيعي معانا. وننزل بالبصل تاني، بيعملوا المحشي نفس يا جماعة. لو جربتوا البصلتين فصلتهم دولت في الآخر، في ناس بتعمله ني في ناس، انا ما بحبوش ني في ناس. وكده عشان تتأكد ان الممبار نضيف، السر هنا بجلدة الانبوب، دي حلاوة الممبار. دي تتأكد ان الممبار نضيف، انا ما بنضفوش الا بجلدة الانبوب، هي السحر في اعمال الممبار. انا شفت الممبار في حاجة ملحوسة ولا أي حاجة، المنبرة مفهوش أي حاجة يا جماعة، دي المنبر بتاعنا سر. واحدة تانية معانا يا جماعة، المنبر نضيف جدا، جلدة الأنبوبة وتنقعيه بعد كده بكربوناته وملح ليمون. وتفضلي سايبة المية عليه،
هنحشي مع بعض المنبار بتاعنا. بحط الجهة اللي هي بحب الدهون احطها لجوه عشان تدي طعم للرز، وتحشي كده ولا قمح ولا غير قمح، بتبططيه كده وبعدين هحشي وارجع لكم مع بعض المنبار كده. رشات المنبار في الحل على النار، ومعلقتين صلصه من بتاعه الصلصه بتاعتنا، وننزل بالميه السخنه. عمر ما في سبع منبار هيفك. وكده هنرجع لكم، هنقلي مع بعض حبيتين من بطاطس. ايه هننزل بحبات بطاطس كده. حطينا البطاطس معانا بتتحمر يا جماعه، حطيناها في شويه خل وملح وكمون عشان تطلع مقرمشه معانا. هنحطها جنب المنبر. وكده المنبر بتاعنا، نسيت اقول لكم احط له بصله وشويه صلصه وورق لورا وحبان ومستكه وعود قرفه خشب، بيخلوا ريحتها جميله. وطلعوا معانا هشموا الريحه والميه السخنه عليها. نتراه كده، هنطلع البطاطس مع بعض. كده البطاطس بتاعتنا يا جماعة انا مخلصة ورق البتاع، جبت ورق كراسة من بتاعة العيال، حتتين برنجان تبخرهم بالدقيق عشان يطلعوا بالقرمشة. تعفر الدقيق بسيطة كده، بتاعنا اتحمر. الدقة بتاعتنا يا جماعة حباية قوطة وقرن فلفل أخضر وشبت وكزبرة وعود وقرن فلفل احمر والثوم ونقطة خل وعصرة ليمون. الدقة ريحتها بتجيب اخر الدنيا. بتاعتنا اتحطت يا جماعة، وهنقدم الاكل مع بعض. كده شكل الخشب بتاعنا والعصير، ولسه المنبر هنحمره مع بعض وهقدمه معاكم على السفرة. نهائي اللي قبل ما نقدم مع بعض المنبر، نسخن على النار والمنبر بتاعنا اهو يا جماعة. مفيش واحدة ولا حباية رز تلاقيها في الحل. المنبار بتاعنا النهائي بعد ما طلعناه من الزيت، والزيت بتاعنا سخن على النار. بالراحة وانهي معاكم
خافوا أطفال خافوا عليهم يا جماعة، لأن الولد خاف. بدأ ياخد اللون بتاعنا معانا اهو اهو يا جماعة، ما تحرقهوش لان اللون الذهبي بتاعه بيبقى جميل. ايه رأيك في اللون بتاعنا؟ ما نغمقوش عن كده وهنطلعه على طول. وكده المنبر بتاعنا، وهنكمل حلقتنا مع بعض. كده الدور الاخراني معانا يا جماعة، وهنقدعنا عشان تعرفوا الشيفة ولاء احلى منبر تاكلوه من ايد الشيفة ولاء. معش حاجة على الأذان، وكده شكل فطارنا النهائي. وياريت كله يحط لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.